السلام عليكم طلاب الصف الثالث. عندنا قصة الغزال الحامل في الغابة. Things happened in nature for a reason. Things happened in nature for a reason. أشياء تحدث في الطبيعة لسبب ما. Story time. قصة الغزال. السؤال الأول: What dangerous was the pregnant deer surrounded by? What dangerous was the pregnant deer surrounded by? ما هي المخاطر التي أحاطت بالغزال؟ المخاطر التي أحاطت بالغزال طبعا هي أربع مخاطر: النهر سريع الجريان، حريق الغابة، صياد، وأسد جائع. A strong flowing river. نهر سريع الجريان. A forest fire. حريق الغابة. A hunter. الصياد. A hungry lion. هذا المخاطر اللي حاطت بالغزال. Which of the dangers faced by the deer would you be most afraid? ما هي أقرب الأخطار التي واجهت الغزال؟ أقرب أخطار واجهتها، أكثر أخطار واجهتها محتملة. Which of the dangers faced by the deer would you be most afraid? ما هي أقرب الأخطار التي واجهت الغزال؟ A hungry lion. أسد جائع. A hunter. الصياد. What happened to each of the dangers faced by the deer? What happened to each of the dangers faced by the deer? ماذا حدث لكل الأخطار التي واجهت الغزال؟ الغزال واجهت أربع مخاطر. أحد الأخطار اللي هو نهر سريع الجريان، هذا ما يمكن تغيير النهر. أما الأخطار الثلاثة البقية اللي هي الأسد الجائع، الصياد، حريق الغابة، تخلصت من هذه المخاطر الغزال. شلون تخلصت من هذه المخاطر؟ بدأت السماء تمطر وأطفأت الحريق، الصياد موجود من جهة والأسد من جهة. الصياد البرقع معيونه عندما يطلق السهم باتجاه الغزال، فالبرق ضرب على عيون الصياد. عندما أطلق السهم، السهم وين راح؟ وقع السهم، وقع بالأسد. فبهذه الطريقة الغزال تخلصت من هذه الأخطار. فنجي نشوفهن: Lightning strikes the hunter. البرق ضرب الصياد أو أعمى الصياد. The arrow strikes the lion. السهم ضرب الأسد. And the rain doused the fire. والمطر أطفأ الحريق. Lightning strikes the hunter. البرق ضرب الصياد أعمى الصياد. The arrow strikes the lion. السهم ضرب الأسد. And the rain doused the fire. المطر أطفأ الحريق. How did the deer face the negative thoughts and dangers? How did the deer face the negative thoughts and dangers? كيف واجهت الغزال أفكارها السلبية؟ أفكارها السلبية والمخاطر شلون واجهتن؟ The deer stayed waiting. الغزال بقت، يعني تنتظر هادئة. What will happen? ماذا سوف يحدث أو يحصل؟ And focused on giving birth a new life. وركزت على إعطاء الحياة لمولودها الجديد. الغزال بقيت هادئة منتظرة ماذا يحدث، وركزت على إعطاء الولادة لحياة جديدة لمولودها الجديد. The deer stayed waiting what will happen and focused on giving birth a new life. السؤال الخامس: What's the moral lesson of the story? ما هو الدرس الأخلاقي من القصة؟ إذا جاب هذا السؤال لازم يذكر عنوان القصة. Things happened nature for a reason. لان عندنا قصة
الحياة كفنجان قهوة أو قصة أخرى بالوحدة الخامسة هم بيهن درس أخلاقي، فلازم يذكر عنوان القصة. فالجواب Do what you should do and leave the rest for God. Do what you should do and leave the rest for God. قم بما عليك فعله وترك الباقي على الله. قم بما عليك فعله وترك الباقي على الله. Do what you should do and leave the rest for God. قم بما عليك فعله وترك الباقي على الله. عندنا سؤالين أخريات صح وخطأ. The deer focuses on giving birth to a new life. الغزال ركزت على إعطاء حياة جديدة، ركزت على الولادة. The deer focuses on giving birth. الغزال ركزت على إعطاء حياة أو ولادة جديدة. To a new life. True or false. صح لو خطأ. T. The deer found a remote grass field in the forest to give birth. The deer found a remote grass field in the forest to give birth. الغزال وجدت حقل عشبي بعيد في الغابة لإعطاء الولادة أو حتى تلد مولودها الجديد. The deer found a remote grass field in the forest to give birth. True or false. T لو F. T صح والF خطأ. جواب T. طلاب، هذه قصة مهمة، قصة الغزال الحامل اللي واجهت أربع مخاطر أثناء الولادة، أثناء وضع مولودها الجديد. هذه المخاطر اللي هي نهار سريع الجريان، حريق الغابة، الصياد، الأسد الجائع، وتخلصت من جميع هذه المخاطر. المطر أطفأ الحريق، الصياد رمى السهم باتجاه الغزال لكن ما أصاب الهدف، السهم وقع بالأسد، فتخلصت من جميع هذه المخاطر. هذه القصة مطلوبة وزارية ومهمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.